هو مهندس النظام المالي الذي جعل لبنان أبرز وجهة مصرفية في الشرق الأوسط، وهو نفسه أبرز شخصيات مرحلة انهيار هذا النظام المالي في واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم. كان يمكن لسلامة أن يغادر منصبه حاملاً معه عشرات الجوائز والألقاب الإقليمية والعالمية والتي حصدها خلال مسيرة 30 عاماً، كجائزة مجلة يورو ماني كأفضل حاكم مصرف مركزي في العالم عام 2006، غير أنه يمضي مثقلاً بدعاوى قضائية محلية وأوروبية أبرزها في ألمانيا وفرنسا، حيث صدرت مذكرة توقيف دولية بحقه على خلفية تهم بالفساد. سلام اليوم ملاحق في قضايا غسل أموال واختلاس وتهرب ضريبي، وقد تم الحجز الاحتياطي على أموال وأصول تابعة له تقدر بملايين الدولارات في عدة دول أوروبية. لا شك أن سلامي واحد من أكثر الشخصيات الإثارة للجدل في لبنان، وقد اشتهر بمقولة الليرة بخير، وظل يردد هذه العبارة حتى في ظل أزمة لبنان الاقتصادية غير المسبوقة والتي أدت إلى خسارة الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها. قانون النقد والتسليف اللبناني ينص على تولي النائب الأول لحاكم مصرف لبنان مهامه بالوكالة، لكن وفي ظل التعقيدات الطائفية في لبنان ليس الأمر بهذه البساطة. وفق العرف اللبناني تتولى شخصية من الطائفة المارونية المسيحية منصب حاكمية البنك المركزي، فيما نائب الحاكم الأول من الطائفة الشيعية، وفيما تعيين حاكم أصيل غير ممكن قبل انتخاب رئيس للبلاد، ومع غياب التوافق السياسي على اسم بديل تشتد الصراعات السياسية لتأخذ أبعاداً طائفية. لذا من المتوقع أن يؤدي شغور منصب حاكم مصر في لبنان إلى حساسيات تضاف إلى أزمات لبنان السياسية والاقتصادية. يرى مراقبون أن لدى سلامي خبرة استثنائية بالتحكم بسوق النقد ولجم الانهيار، لذا يثير رحيله مخاوفا من انفلات سعر صرف السوق السوداء، خاصة بعد حديث نواب الحاكم عن توجه لوقف العمل بمنصة صيرفة والتي يوفر سلامي من خلالها للمواطنين شراء الدولار بسعر أقل من سعره في السوق السوداء. لذا قد يشهد سوق النقد انهيارا إضافيا بسعر صرف الليرة اللبنانية، وسيتسبب ذلك بأضرار كبيرة ومباشرة لموظفي القطاع العام ومعظم اللبنانيين الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية.